وسندافع عن شعبنا ولو أداننا كل العالم. لبنانيين مسيحيين ولبنانيين مسلمين، ندافع عن لبنان العظيم إلى أبد الآبدين. سهلنا هيدا العلم حمال أوجه، أنت فيك تقراه بطريقة، أنا فيي اقراه بطريقة، وهيدا الصراع بين هالقراءتين هو الشيء اللي اليوم عم نعيشه، وكأنه يا الحرب خلصت امبارح يا بدها تبلش بكره.